الأستاذ أيمن السيسي الكاتب الصحفي وأيضا نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مرحبا بك، تنضم إلينا الآن. أهلا وسهلا. اهلا بك استاذ ايمن. يعني زياره لوزير الخارجيه الى المنطقه ديفيد كاميرون وزير خارجيه بريطانيا، لكنها اوضحت ربما كما يرى بعض المحللين او المراقبين للمشهد من خلال زيارته ان الفكره تتمحور حول ادخال المزيد من المساعدات الى الاراضي الفلسطينيه المحتله تحديدا قطاع غزه، يعني دون التطرق الى فكره المساعده او الاشاره حتى في التوصل الى وقف لاطلاق النار. كيف قرات هذا المشهد؟ يعني هو المعلن أو قبل الحكومة البريطانية والأمريكية وغيرهم إنه العمل إنهم بيشتغلوا على إدخال المساعدات إنقاذا للأرواح التي بدأت يعني في أزمة في جنوب غزة، وبشكل عام في غزة الأمور متدهورة، فكل ده بيبقى المعلن أنه إدخال المساعدات. لكن أنا بتقديري أن الأمر مرتبط بدعم استمرار الحرب ودعم تكوين التحالف اللي أعلن عنه أو بيتم التهيئة له في البحر الأحمر، يعني الترتيب لتحالف آخر في البحر المتوسط شرق المتوسط. لأن هم إذا أرادوا إذا كانوا يريدون أن تنتهي الحرب أو يوصلوا المساعدات للمتضررين والمشردين من الغزيين كان ممكن ده يتم بشكل بسيط وسريع ويتم اتفاق عليه، والقاهرة بتعمل على دعم هذا الأمر وجاهد لإدخال المساعدات إلى غزة. لكن في تقديري أن الأمر مختلف، يعني ما يعلنوه شيء وما يتعاملوا أو يرتبوا شيء آخر. يعني أنت ترى أنه من الممكن بالفعل أن يكون هناك حل لهذه القضية أو أن تكون يعني الوصول إلى صيغة حل على طريق وجود دولتين متجاورتين وفق ما تحدث في المؤتمر الصحفي وزير الخارجية المصري وأيضا وزير الخارجية البريطاني؟ هو ده مطلب اساسي للعرب، ومصر بترعى هذا المطلب وتنادي به منذ فتره طويله، وخصوصا بتكثيف شديد منذ بدايه ازمه غزه. هذا الامر يعني اعتقد المفاوضات يعني هتاكل هذا الامر، لانها مش في تقدير انهم لن يتوصلوا الى مثل هذا الاتفاق، فضلا عن ان الغزيين نفسهم يعني حماس نفسها الفلسطينيين نفسهم الكتله الفلسطينيه في مجملها في اختلافات بينهم في امور عديده. الان بنسمع ونشوف تسريبات واختلافات بين قاده حماس نفسهم، يعني سام بدران في قطر مع في غزة مختلفين في هذا الأمر أو في الأمور الحالية الوقتية اللي هي استمرار الحرب أو عدم استمرار الحرب. فلابد من توحيد الرأي الفلسطيني أولا بين المكتب السياسي الحماس والقادة الحرب وبين حماس وفتح أو بين حماس والسلطة الفلسطينية. نعم، وحماس تحدثت عن أنها منفتحة على هذا الأمر الذي ذكرت حضرتك. يعني هو حماس في خلافات لما أعلنوا عنه أصبح في خلافات بينهم. فلابد في البداية لابد أن يتفق الفلسطينيين، توحيد كلمة الفلسطينيين هو أمر مهم لمواجهة كل الاحتمالات ولمواجهة أو الوصول إلى اتفاقيات معينة. طيب لو تحدثنا أيضا عما تم الإشارة إليه خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل، وأيضا سؤال وجه إلى ديفيد كاميرون حول ازدواجية المعايير في التعامل مع هذه القضية وهذا العدوان على قطاع غزة، وصفها كاميرون بأنها بالطبع مأساة إنسانية وأنه تم الطلب من الكيان المحتل أو من إسرائيل تقليل عدد الضحايا والتزام بالقوانين الدولية. يعني كيف تقرأ هذه التصريحات والموقف البريطاني وفق ما تحدث عنه ديفيد كاميرون وزير الخارجية؟
هي هذه تصريحات استجابة نفسية أو إرضاء نفسي للمتابعين وللشعوب وللمتظاهرين. لكن هو يعني تقليل كلمة قال ديفيد كاميرون، تقليل حجم أو عدد الضحايا، ده ما يدلش على فكرة أنهم يدعموا وقف الحرب. يعني هو بيقول له حارب لكن يعني اضرب شوية قليلين، وده لا يصح في الحروب. يعني لا يمكن في الحروب ان انت وانت بتحارب تبقى عارف او تحدد عدد الضحايا اللي هتقتلهم او هتبيدهم. فهي الاصل في المسألة ان الاتفاق بين انجلترا وامريكا والدول الغربية هو مبني على سيكولوجية هذه الشعوب وهذه الدول وخاضتها، اللي هي متفقة تماما مع السيكولوجية الاسرائيلية باعتبار ان أنهم جميعا من بعض، يعني تلك ذرية بعضها من بعض. يعني هم الإسرائيليين أنفسهم هم شتات هذه الدول، فبالتالي الفكر المؤسس لكل العمليات أو لكل التحركات هو فكر واحد. لكن المسألة أبعد من كده كمان، المسألة أنه المخطط يعني لازال مخطط إسقاط المنطقة وتفتيت المنطقة وإضعاف الدولة المصرية. ولذلك هم لو كان في هذا المخطط غير موجود وكانت الامر مجرد انها حرب نتيجه عمل ما قام به حماس، كان ممكن تنتهي في ايام قليله او في اسابيع محدوده. لان اسرائيل بتعاني ايضا نفسها، يعني المعاناه اللي بتعانيها اسرائيل، الازمه اللي فيها اسرائيل، سواء ازمه الخسائر اليوميه سواء البشريه او الماديه، رغم كل الدعم الامريكي والاوروبي، الا ان المعاناه واضحه جدا عندها. ولو كان الهدف غير كبير كان ممكن ينتهوا في وقت قليل، لكن لان في مخطط وفي هدف كبير فبالتالي بيدفعوا ثمن هذا المخطط. السيد أيمن، ربما يتماشى هذا الأمر أو ما تحدثت عنه من رؤية تحليلية مع أيضا ما قاله مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر بالإخلاء الفوري لمنطقة تغطي حوالي 20% من مساحة مدينة خان يونس اللي بيعيش فيها أكثر من ربع مليون شخص. هذا الأمر ربما يدفع بهم إلى التوجه بشكل أو بآخر باتجاه جنوب القطاع، بما يمثل ضغط شديد وكبير في هذا الاتجاه. يعني ايضا وزارة الخارجية المصرية اعلنت في بيان لها عن توافق مصري امريكي حول الرفض التام للنزوح الفلسطيني. يعني ما يتم الحديث عنه شيء، وما يحدث على ارض الواقع ربما هو تصرف اخر من الكيان المحتل. بالضبط، هو زي ما حضرتك تفضلت بالاشارة لان ما يتم الاعلان عنه شيء، وما يتم فعله على الارض وفي الواقع شيء اخر. هو الهدف، جزء من الهدف او بدايه الهدف، ان هم يتيحوا الفلسطينيين مساله اخراج الفلسطينيين سواء من الضفه او من غزه، هو ده هدف رئيسي. ولذلك كانت التكلفه عاليه وهم موافقين على هذه التكلفه سواء في الارواح او في الخسائر الماديه. فالجزء من الهدف ان هم يتيحوا الفلسطينيين الغزيين الى مصر. ودلوقتي احنا يعني في متابعاتي مع الاخوه في غزه ان هم تقريبا اقتربوا للحدود المصريه اكثر، يعني يمكن بينهم وبين الحدود المصريه 200 او 300 متر، وعايشين في العراء وعايشين في المدارس وعايشين يعني في حاله صعبه، ودي كتله سكانيه كبيره جدا. وهو ده هدف او جزء من هدف هذه العمليه، الضغط على مصر وانهاك مصر. أشكرك الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام، كنت معنا.